خلونا نروح لموضوع تاني. في الحقيقة معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة أسوان وصلت ل100% في مختلف القرى والنجوع، خاصة المشروعات المتعلقة بالقطاعات الخدمية والتعليمية والترفيهية وكمان الطبية. يا شيخ عايزين نعرف تفاصيل أكتر، هيعرفنا ليه طبعا المهندس ناجح مصطفى منسق عام وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان اللي معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير وعليك وعلى السادة المشاهدين. يا اهلا بيك. عايز اعرف من حضرتك في البدايه ايه هي المشروعات اللي تصدرت ووصلت لنسبه تنفيذ 100%؟ احنا في الحقيقه في مبادره فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير الريف المصري حياه كريمه، عندنا 2000 مشروع في 5 مراكز محافظه اسوان، وصلت نسبه التنفيذ في العديد من المشروعات نسبه 100%، وتم التشغيل في بعض المشروعات. على سبيل المثال النهارده المجمعات الخدميه اللي بتقدم الخدمات بتاعتها للساده المواطنين، الشهر العقاري، التموين، الاحوال المدنيه، التضامن، مكاتب البريد، المراكز التكنولوجيه، بجانب محطات المياه. هل بيتم اشراك المواطنين والكباري ووحدات الاسعاف ووحدات التضامن الاجتماعي ومراكز الشباب والمدارس؟ عندنا نسبة تنفيذ عالية جدا في العديد من تلك المشروعات. طيب هل بيتم إشراك المواطنين، خليني أقول، في تحديد مطالبهم؟ يعني على أي أساس إحنا حددنا المشروعات دي؟ هي كانت من البداية تلك المشروعات نابعة من احتياجات المواطنين من خلال الحوارات المجتمعية داخل القرى والمراكز، وتم تلبية مطالبهم في العديد من المشروعات والخدمات اللي بتقدم لهم. طيب المشروعات اللي تم افتتاحها بالفعل وبدأت تقدم خدمات للناس، ردود أفعال الناس إيه؟ المواطن النهاردة في غاية من الفرحة، النهاردة لما يلقى خدمة مياه الشرب النقية في كل مكان، خدمة الإسعاف اللي موجودة، خدمات اللي هي بتقدمها المراكز التكنولوجية، المجمعات الخدمات، النهاردة داخل القرية بيلقى كل خدمته متوفرة وسهلة جدا بدون ما يتكبد أي عناء وأي مشقة. بجانب النهاردة يعني النهاردة خدمات الصرف الصحي، خدمات الغاز الطبيعي، خدمات الانترنت والاتصالات والأسواق والمواقف. يعني الحقيقة يعني مبادرة فخامة الرئيس يعني أثلجت قلوب أهالي محافظة أسوان. يعني احنا من اسوان، من اهالي اسوان بيبيعوا وقدموا الشكر لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب هل في الوقت الحالي بيتم البدء يمكن في المشروعات المرحله الثانيه، ولا احنا لسه في مشروعات فعلاً المرحله الاولى؟ الشهر الماضي المرحله الثانيه كانت نصيب محافظه اسوان، مركز اسوان ومركز راو، كده بالكامل تعتبر مراكز محافظه اسوان في مبادره الريف المصري حياه كريمه، تشمل جميع قرى محافظه اسوان. نشكرك باشمهندس ناجح مصطفى منسق عام وحدة حياة كريمة بمحافظة أسوان، كل الشكر ليك.